والحوار مع حارس الترجي الرياضي التونسي معاذ بن شريفيه. نسيم هنيد والتداخل من حارس الترجي ممتاز، حارس الترجي الرياضي التونسي في تفادي تعديل النتيجه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي بعد اعلان الحكم على ضربه الجزاء. والتصدي يظل ابداع بالنسبه لمعاذ بن شريفيه على مارتين كان حاسم حارس الترجي. نشوفه كذلك امام فراس شواد دوبل باراد بالنسبه لحارس الترجي الرياضي.